كل يوم بالليل الساعة 11 مساء على قناة إكسترا نيوز في برنامج مهم جدا اسمه برنامج الشاهد. هذا البرنامج يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، تجربة مهمة جدا للشركة المتحدة لتوثيق ثورة 30 يونيو في برنامج وثائقي بيحكي كواليس ماذا جرى في 30/6. طبعا كلنا عارفين اللي حصل، لكن للأسف في بعض الناس نسيت يا جمانة اللي حصل في هذا الفترة. في بعض نسي، وكمان في كواليس يمكن مش الكل على دراية بيها ولا علم بيها. زي ما بقول حضراتكم، كان في جزء كبير بيبحث عن الهوية المصرية وبيحاول ينقذ هذه الهوية المصرية. الإخوان كانوا دايما طول الوقت بيحاولوا ان هم يستهدفوا هذه الهوية المصرية، وكانت هي المفتاح او المدخل لتدمير الدولة المصرية من الأساس. ده كان من خلال دعوات التقسيم والاستقطاب والإرهاب ومشروع الأخوان اللي كان بيحصل طول الوقت، اللي كان بيحاول من خلاله التنظيم انه يسيطر على كل المؤسسات والهيئات في الدولة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن برنامج الشاهد. ضيفنا اللي نورنا النهاردة في الاستوديو الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، وأيضا طبعا مقدم برنامج الشاهد. صباح على حضرتك، نورنا. أهلا بيك يا دكتور محمد. صباح الفل. طبعا ببارك لحضرتك في البداية. ربنا يخليك. برنامج مهم جدا في توقيت هام. احنا دايما بنحاول طول الوقت ان احنا نذكر أنفسنا بما كان يحدث، ودايما يعني حتى كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى الفعاليات كان تحدث أنه في بالفعل بعض الكواليس إحنا مش ممكن حتى نتخيلها، ويمكن حتى أن إحنا ممكن ما نكونش قادرين نستوعبها، ولا حتى نقدر أن إحنا نتخيل إيه اللي كان بيحصل في الكواليس. عايز أعرف من حضرتك أهمية هذا البرنامج، برنامج الشاهد، تجربة جديدة ومختلفة. كل حلقة بيكون مع حضرتك ضيف مختلف من موقع مختلف من قطاع مختلف، بيبقى عنده كواليس وحكايات جديدة احنا ما نعرفهاش. عايز اعرف من حضرتك اهمية هذا البرنامج وهذه التجربة، وايه اهميته في هذا الوقت تحديدا. خلينا نشكركم الاول على الاستضافة والاهتمام بالبرنامج. 30 يونيو ثورة الشعب المصري كله، يعني لو التقدير اللي احنا بنقوله دايما ان في 50 مليون طلعوا 30 يونيو لحد 3/7، هتلاقي عند كل واحد من الخمسين مليون دول حكاية صحيح وقصة، ويقدر يقولك كان موجود فين في 30 يونيو، ويقدر يقولك عمل ايه. فأنا بعتبر ان 30 يونيو ثورة الشعب المصري كله، يعني ما قامتش بيها مجموعة او قامت بيها مؤسسة مثلا معينة، ولكن الكل شارك فيه. خليني اقولك قبل فكرة البرنامج الدافع لمثل هذا البرنامج، لأنه الحقيقة طول الوقت الذاكرة المصرية مهددة. احنا ما عندناش آليات للتوثيق، يعني لو روحتي دار الكتب مثلا عشان تشوفي حتى أرشيف الصحف تلاقيه متبهدل، ما تلاقيهوش مكتمل. السياسيين عندنا بينتموا إلى مدرسة بتميل إلى عدم تدوين مذكراتهم، رغم أنه في العالم كله بتلاقي السياسيين بمجرد ما بيخرجوا مثلا من مناصبهم بيكتبوا مذكراتهم، لان هم بيعتبروا انه ما جرى هو حق الشعب. المدرسة المصرية بيقول لك انه ده مش ملكي، يعني منصب مثلا في وزير خارجية مهم، في وزير مهم، حد في منصب مهم، يقول لك لا انا ما مسجلش هذه المذكرات لانه ده مش ملكي، ده ملك الدولة المصرية وفي اسرار ما ينفعش افصح عنها. ففي ناس كتيرة جدا لعبوا أدوار مهمة في التاريخ المصري وماتوا ومعهم أسرارهم وما نعرفش عنها حاجة. الدافع الأساسي بقى لتوثيق 30 يونيو تحديدا في تجربة في مصر، ومتعلقة للأسف أيضا بجماعة الإخوان. يعني بعد الصدام في 54 مع الرئيس عبد الناصر، ثم في 65 لما خرجوا في السبعينات، وكانت في إتاحة شوية ليهم من الرئيس السادات، كتبوا هم ما حدث من زاويتهم، فبقت في الأحداث دي الرواية الإخوانية هي الطغي. لما احنا طلعنا نقرأ عن الفترة دي كانت الرواية الإخوانية مسيطرة بشكل كبير، وبدأ ده يبقى في حالة الشك أو عدم اليقين في التاريخ، فتلاقي في كتابات أخرى، تلاقي خلاص زي ما بيقولوا كده في الإعلام الذي يقول الكلمة الأولى على حق. وفي أمر آخر أهم، وهو أن الذي يروي الحكايات يحكم، دي قاعدة أساسية.
فهم كانوا بيرووا الحكايات عن الأحداث وبقوا هم المصدر. أنا سألت سؤال يشكل الدافع إنه أنا مثلا بنتي أو حفيدتي مين اللي هيقول لهم أو هيقروا فين عن 30 يونيو؟ صحيح. هل نترك الجهة الأخرى هي اللي تحكي وتقول إيه اللي حصل؟ خاصة إن هم مهتمين بالمسألة دي بشكل صحيح. كبير. مهتمين بيها وهذا الاهتمام ما بنلاقوش عندنا لأن أنت بتعتبري إحنا أصحاب حق يعني ما صاحب الحق خلاص مش هيدافع عنه لأنه بيعتبره حق، لكن هم عندهم دوافع عندهم مصالح معينة بيستخدموا ونشطين في النقطة دي فعلا بالظبط. فأنا حابب أنه على الأقل تبقى الرواية من صناعها الحقيقيين اللي هم في معظمهم متجردين، مش هقول كلهم متجردين لكن معظمهم متجردين، يحكوا هم الحكاية أو يقولوا الرواية بحيث أنه هذه الأجيال لما تيجي، وده اللي أنا معني بيه أكتر، يعني إحنا الآن هتلاقي عارفين معظم ما جرى لكن اللي جاي لكن اللي بيسألوا احنا كمان عندنا معظم ما جرى لكن الصوره مش مكتمله عند كل شخص فينا. ما هو ده الفكره بقى. يعني انا كلمتك عن الدافع. فالفكره انه الثوره دي تحديدا ليها جوانب كتيره جدا، فكان الحرص في البرنامج ان احنا نقوم بتوثيق شهادات اكبر عدد من الناس، وخدنا ممثلين يعني مثلا جبهة الإنقاذ كانت موجودة فيبقى في حد من جبهة الإنقاذ، تمرد موجودة فيبقى في حد من تمرد. شهادة كان عندنا شهادة مهمة جدا عملها الدكتور يونس مخيون اللي هو رئيس مجلس شيوخ حزب النور، وده جانب مهم جدا. في بعض الناس امبارح في التعليقات كانوا قالك ازاي حزب النور يعملوا شهادة على 30 يونيو، هم مالهم ومال 30 يونيو رغم ان هم كان لهم دور كبير طبعا جدا في الأحداث بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع التوجه الفكري بتاعهم، لكن ده واقع. فعملنا التشكيله دي او التصور ده بحيث انه يبقى في واحد من كل اتجاه يقول شهاده واقعيه على الاحداث. انا ما كنتش بسعى الى استطلاع اراء او تنظير زي ما بيقول، ولكن كنت بسمع للحكايه على الارض، يعني الناس شاركت ازاي وعملت ايه ودورها بالظبط في الثوره كان ايه. عظيم. احنا على مدار هذه الفقره هيكون معانا اجزاء من اللقاءات في حلقات سابقه حضرتك اجريتها. دلوقتي احنا زعنا 12 حلقه تقريبا ولسه حضرتك مكمل طبعا لاخر الشهر حسب ما عرفنا، يمكن اللي بعد الشهر كمان. طيب نروح نشوف جزء من كلمه او لقاء دكتور يونس مخيون. اتفضل. احنا في السلفيه العامه ودي موجوده بكثره في القاهره. ليه؟ يعني مشايخ بيدوا دروس لهم اتباع. احنا نختلف الدعوة السلفية في الاسكندرية ان احنا منهجنا واضح جدا في قضايا محورية اساسية ومن رب افرضنا عليها، قضايا التكفير، قضايا التفجير والعنف، قضية الامر معروف والنهي عن المنكر، منظورنا للجهاد، منظورنا للتعامل مع الاخرين، قضايا واضحة. فبنحصن اي حد معانا ضد الافكار اللي هي المنحرفة ديت اللي على الساحة. فلذلك لما حدث الدعوة للصدام وغيره وغيره فاحنا فاهمين وناس بتاعتنا فاهمه وفاهمه الوضع وفاهمين احنا عارفين مين الاخوان وعايزين يودونا لفين وعارفين ادبياتهم. فلذلك احنا اللي تبعنا محدش شارك، اللي شارك مين؟ اللي هم ايه؟ السلف العام اللي هو ما درسش القضايا المنهجيه ولا الفكريه ديت، مجرد متعاطف سمت سلفي وهكذا، فانساق وراء شعارات الاخوان الخداعه اللي كانوا عايزين يغرونا بيها ويخدعونا بيها. ولكن احنا بنتكلم عن اسماء، يعني اسماء دعاة ما هو سلفيين كبار وهجمونا ومن وكفرونا كمان، كفرونا تكفير صريح واتهمونا بخيانه الدين وان احنا خلعنا رقه الدين علشان ما طلعناش في الرابعه وقفنا مع الاخوان. فدي بقى ايه سلفيه القاهره، السلفيه العامه تختلف عننا تماما. طب حازمون نفس القصه، كنتوا شايفينهم ازاي؟ لا ده ننتهج نهج عنف، والاخوان استخدموهم كأداة عند العنف يكونوا موجودين وتنوا سخنوهم وسخنوهم وسخنوهم بحيث ان لما يحصل صدام يكون هم دول اللي في الطليعه. هم دول في الطليعه. وكان عايزين يستخدمونا كده، بس احنا طبعا من اول السطر احنا جارين المشهد. طبعا حمله تشويه انتهجتها الجماعه لتشويه حزب النور، كان ايه الغرض منها؟ والله هو يعني الاول دي شهاده من اهم الشهادات لسبب بسيط، انها من المنبت نفسه،
يعني من التيار الاسلامي. في شعب عموما بينظر لكل الجماعات والتيارات الاسلاميه. زمان كان يقول لك الجماعه السنيه، لكن هم 100 طريقه و100 مسلك و100 سبيل. فاهميه الشهاده دي من الدكتور يونس مخيون الحقيقه، وانا كنت حريص ان انا اساله اكتر على المنطلقات الفكريه والشرعيه للجماعه، يعني هل هذه الجماعه فكرها هي تتحدث عن الشرع وتتحدث عن الدين، فهل افكارها ويعني مسلكها يتفق في الاساس مع الشرع ومع الدين؟ فالاهميه ان هي يعني زي ما تقول كده ايه، شهد شاهد من اهلها، يعني هم بينطلقوا من الارضيه الاسلام السياسي، فهنا شهادته مهم. الحاجة الثانية، حزب النور لما ظهر الحقيقة ناس كتيرة ما كانتش متوقعة أداؤه السياسي. وهو قال فسر إنه كراهية الإخوان لحزب النور، هم شايفين إنه كانوا جماعة هم وقتها بقالهم 80 سنة بيشتغلوا، فيجي حزب بقاله 3 4 شهور بعد الثورة فيدخل انتخابات البرلمان فياخد ربع البرلمان. ويبقى ليه وبان للجميع ان هم اكثر نضجا في التعامل السياسي، يعني اكثر مرونه، يعني بيتعاملوا في السياسه افضل من الجماعه اللي اشتغلت السياسه. ده يعني انا بتوجهي انا الفكري لا اامن لاي تيار اسلامي على الاطلاق او اي تيار ديني. خلينا نقول انه انت بتلعب سياسه وتضع قناع الدين، فانا لا امن لك باي شكل من الاشكال، لانه وانا بشتغل سياسه على ارض مدنيه انا ممكن اختلف معاك، لكن لما تشتغل على ارض دينيه فاجي اختلف معاك فانت بتصدرني لربنا على طول، يعني يبقى انت ايه بتكفرني وتبقى منحاز لفئه دون الاخرى. بالظبط. بالظبط. فهنا ده السبب اللي انت بتسال عليه، فكره التشويه او التشييع. ثم انه الاخوان طول الوقت كانوا معتقدين انه كل التيار الاسلامي لازم يبقى معاهم. حزب النور عمل الحقيقه دور مهم جدا، وده اللي انا بتكلم هنا في السياسه مش علاقه بالافكار. يعني دكتور يونس مخيون راجل امين جدا مع نفسه، قال احنا في الثوابت مرشدين جدا، يعني اللي هو ايه، يعني هو لا يكذب ولا يتجمل، مش ان هو يعني الراجل واضح، قال احنا في الثوابت متشددين جدا لكن في السياسه بنشتغل سياسه بقواعدها وبالياتها. في 3 يوليو ظهور حزب النور مش الازهر بس، يعني ظهور حزب النور كان بيلغي جزء كبير جدا من الدعايه الاخوانيه ان 30 يونيو دي طالعه عشان هدم الاسلام وهدم الدين واعتداء على الله واعتداء على الرسول، وبتوع 30 يونيو دول علمانيين ومنحلين ومنحرفين ومش عايزين حكم ربنا. فظهور كان وقتها المهندس جلال مره هو اللي موجود في الصوره بتاعه 3 يوليو، لانه دكتور يونس مخيون كان في البحيره وما عرفش يجي عشان في الامانه العامه لوزاره الدفاع. فوجوده في المشهد طبعا الى جوار الازهر، بس الازهر كمؤسسه رسميه، لكن الحزب النور والسلفيين بشكل اساسي وجودهم كان مفيد جدا، واعتقد يعني ان هم لعبوا دور مهم، الناس ما ينفعش تخصموا منهم لمجرد الخلاف الفكري. صحيح زي ما حضرتك قلت يا فندم، فكره شهد شاهد من اهلها، نفس المنبت زي ما حضرتك ذكرت. في البدايه كنا شايفين ان هم على الاقل بالنسبه لنا احنا كمتفرجين او كمتلقين ان هم على توافق، وزي ما سمعنا شهاده دكتور مخيون انه تم استخدامهم. لا ما كانوش على توافق خالص، يعني انت عارف اللي هم اول ما في سياسه وفي مصالح وفي مكاسب. طبعا اتحدث عن البدايه، ان احنا كنا صحيح. كنا نعتقد صحيح. ان هو نفس المنبت ونفس الفكر بالظبط، ولكن اما تطلع الشهاده دي فهي نقطه مهمه، لانه البعض ممكن يقول انتوا متحزبين او وكمان خاصه ان هم زي ما كنا بنتكلم ان هم نشيطين جدا في فكره الاعلام وحكي مواقفهم وادعاء المظلوميه بشكل كبير جدا، واحنا شعب الى حد كبير عاطفي. فدي شهادة مهمة جدا. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني حضرتك كمان شاهد، يعني بجانب أن حضرتك تدير هذا البرنامج تدير هذه الحوارات والشهادات، لكن حضرتك كمان كنت شاهد في هذه الفترة وتعلم ما كان يدور. لو أسأل حضرتك عن شهادتك عن هذه الفترة تحديدا. احنا قلبنا كده احنا نيجي نقدم الشاهد بقى. احنا لينا حلقة نقدم فيها الشاهد. لا انا الشهاده على 30 يونيو بالنسبه لي شهاده مختلفه شويه، لان احنا كنا في كواليس الحياه الصحفيه.
فالكواليس الصحافة بتبقى على دراية تقريبا بكل الأطراف بتعمله. يعني الصحفي ما بيبقاش فاعل، بس هو بيبقى شاهد على كل الفاعلين. صحيح. ويمكن الصورة بتبقى عنده مكتملة أكتر من الآخرين. يعني أنا كل ضيف مثلا استضافته هو حكى الحكاية من زاويته، هو من وجهة نظره. هو عندنا ضيوف كتير مهمين الحقيقة، ولسه عندنا كمان مفاجآت لشخصيات ما اتكلمتش، يمكن لأول مرة هتتكلم معانا مثلا شهادة إن شاء الله، لسه دي هنسجلها للمستشار خالد محجوب. المستشار خالد محجوب هو اللي عمل أمر الضبط والإحضار لمحمد مرسي، وهو رئيس في القضية بتاعت وادي النطرون، بتاعت الهروب من وادي النطرون. فأعتقد إن هو ما اتكلمش قبل كده، وأعتقد إن شاء الله هتكون شهادة مهمة بكل تأكيد. كمان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ان شاء الله هيكون معانا. فكل واحد بيتكلم من زاويته، الصحافه بتتكلم من زاويه اخرى. وانا كنت منتمي لمدرسه وجريده، كنت وقتها نائب رئيس تحرير جريده الفجر، وفاكر انه لما اعلنت النتيجه كانت يوم اثنين تقريبا، واحنا كنا طالعين العدد الاول بعد النتيجه في الفجر يوم الاربعاء. مش هدعي ولكن الارشيف شاهد، احنا عندنا وعي كامل بخطوره هذه الجماعه. ومع احترام الشديد لاختيار الشعب وان الناس جابوا، بس احيانا الشعب يختار الخطا. يعني الشعوب صح، الشعب هو القائد والمعلم، لكن القائد والمعلم يمكن ان يخطئ، يعني ما جراش حاجه يعني. فكان في وعي بخطورة هذه الجماعة. أنا تجربتي في شهادتي على 30 يونيو تتلخص في عنوانين كبار في العدد اللي هو بعد إعلان النتيجة وقبل حلف القسم. عملت مقال، كان المقال أنا كان هو العنوان الرئيسي بتاع الجورنال، اسمه الفاشي في قصر الرئاسة. وقتها كان الأستاذ عادل حمودة بره مصر ورجع، فشاف الجورنان على الشاشه الصفحه الاولى، فقال لي ايه ده، الفاشي في قصر الرئاسه، احنا بادئين بدري قوي كده. فانا كانت عندي يقين انه، وهنا كانت الفاشي مش مجرد توصيف عشوائي، لا، انت بتتكلمي عن جماعه هي متماسكه جدا مع الفاشيه والنازيه. حسن البنا في الثلاثينات كتب مقالات عن موسوليني، وكتب مقالات عن هتلر، وكان بيستلهم تجربتهم. يعني ما كانش التوصيف توصيف لتصرفات، لا، ده توصيف لاساس هم مبنيين عليه. اللي يفكر زي ما حضرتك قلت، يفكر انه يقرا بالفعل هذه المذكرات هيتفاجئ بشكل كبير. لا كتير، لا، بصي، هو الفكره ان هم استغلوا انه احنا فعلا ما بنقراش، او حتى ما بنقراش بتركيز، وكانوا حريصين على تصدير، يعني ان هم هي جماعه قاتله، جماعه منحرفه، لكن هم هي بتصدر نفسها طول الوقت انها جماعه قرانيه وجيل قراني جديد وناس ربانيين بهذه التعبيرات. فده العنوان الاولاني اللي هو كان وكانه اعلان موقف مبدئي انه دي جماعه فاشيه داخله قصر الرئاسه. عظيم جدا. العنوان الثاني كان في العدد اللي هو بعد 3 يوليو على طول، لانه احنا كان المفروض ندخل في العنوان الثاني عشان حضرتك تستفيد فيه. العنوان الثاني كان، اسمح لي نروح لفصل ونرجع نتكلم عشان نقدر ناخد وقتنا في العنوان الثاني. تعرفوا العنوان الثاني بعد الفصل. مشاهدينا، فصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا مستمر مع الإعلامي دكتور محمد الباز. كان دكتور قبل الفاصل كنا بنتحدث عن شهادة حضرتك في هذه الفترة، تحديدا فترة 30 يونيو، وكان حضرتك قبل الفاصل ذكرت أنه في وقت إعلان الانتخابات كان ليك مقالة الفاشي في قصر. لا، هم عنوانين. لا يعني الأول كان بعد إعلان النتيجة على طول. وبعدين احساسك في انا شفت ده في الشارع يوم اعلان النتيجه. احيانا انا عندي علاقه خاصه بالمدن وبالشوارع، يعني انا ببقى حاسس انه الشوارع مكتئبه، وكان عندي احساس انه الفتره اللي هم قعدوها دي ان مصر مظلمه بالمعنى المادي مش بالمعنى المعنوي. يعني كنت تمشي في وسط البلد، تمشي تحس ان
حكايه ضلمه يعني. فالعنوان الثاني كان بقى بعد 3 يوليو، لان احنا جينا كان في اللي هو الاول يعني الاسبوع مهله اسبوع، وبعدين جينا يوم 30 ناس نزلت وناس مستنيه الجيش يعني. فبعدين مهله ال 48 ساعه، فاحنا يوم 3 الناس قلقانه مش عارفين. في احنا كنا في الجورنان ومؤخرين الجورنان، 30 يونيو كان يوم الاحد، احنا كنا يوم الثلاث بنقفل الجورنان. فالثلاث ما حصلش حاجه يعني، الحد 30 وبعدين الاثنين 1 والثلاث 2، فقلنا نأجل الجورنان لانه ما احنا منتظرين اي حاجه تحصل يعني. وقتها كان في اتصالات طبعا مع ناس في قريبين من الاحداث يعني. فانا قاعد يوم 2 يوليو في حاله اضطراب يعني. طب الناس نزلت قعدت في الشارع طلبت ان الجيش ينزل، ايه اللي فاضل؟ فكان في اتصال مع حد قال لي لا بكره المساله هتبقى محسومه. فقلت لهم هنأجل الجورنال لبكره يعني، مش هنطلع يعني. نطلع بكره. لما تم اعلان البيان، فانا حتى يعني انا كان المفروض اجيب الصفحات دي لانها للتاريخ، بس احنا ما يعني. فكان العنوان الرئيسي انه مصر نطفت، اللي هو ده مش عنوان عملته بالعقل، لا عملته بالعاطفه المجرده يعني او الكامله. انه وده كان الاحساس، انه فعلا في عبء كبير جدا على البلد، وانه بهذا القرار فمصر خلصت منه بشكل اساسي. انا بعتبر انه دي سنه، لو الاعداد بتاعت الفجر موجوده، كانت سنه من الجهاد الصحفي ضد وجود الاخوان، اللي هو انت ما يعني ما ضعفتيش لحظه قدام الجماعه. وانا حتى دلوقتي لما بيجوا بعض الناس من الاخوان يعني، فيدوروا في الفيديوهات او يدوروا في الحاجات على انه انا ممكن اكون قلت حاجه كويسه على الاخوان في اي فتره في حياتي، فما حصلش يعني. طيب عظيم، في نقطه عايز اتكلم فيها مع حضرتك، وهي دور الفن في لفظ هذه الجماعه، ويمكن لقاء من ضمن اللقاءات مع الاستاذ سامح الصريطي اتكلم عن الموضوع ده، واتكلم عن اعتصام المثقفين وازاي اللي عمله احمد المغير في هذا التوقيت، ومحاولات التصدي من الفنانين لفض هذا الاعتصام بالقوه. ازاي الفن ساهم بالفعل في طرد هذه الجماعه وطرد افكارها من المجتمع؟ احنا نسمع سامح الصريطي الاول ولا نسمع سامح الصريطي الاول؟ نسمع سامح الصريطي. بعد السنين دي هسأل حضرتك سؤالين بيعبروا عن موضوعين مهمين. برصدك كمثقف وكفنان، يعني ليه كانت هذه الثورة لازمة؟ يعني ليه كانت لازم تقوم؟ يعني كل ما قلته حضرتك يدينا إجابة على التفاصيل دي، لكن الفكرة الأساسية اللي حركت الناس كانت خايفة على إيه بالظبط؟ أنتوا خفتوا على الفن وعلى الهوية؟ شخصية مصر. شخصية مصر طبعًا. طبعا بالدرجه الاولى الهويه، لا احنا مش كده. واحنا عموما جوانا لا لازم يبقى في فرق بين الدين والسياسه. الدين ده في تعاملك مع الاخرين، الدين ده كله محبه مش صراعات الا اذا حد اعتدى عليك، الدين ده تسامح، الدين ده بعيد ايثار، بعيد عن المصلحه الخاصه، ده كله تكافل، ما هو الصراع على سلطه. فلما الاقي تحت ستار ديني ناس بتصارع على الوصول للسلطه، وممكن ما بتتمتعش بكفاءة الحكم أو ومش كده، وتوجهاتها مختلفة تماما عن إرادة الشعب وعن شخصية الشعب. فطبعا كانت المسألة يعني استحالة، كان الثورة ثورة 30 يوليو ثورة حتمية تحدد لها ميعاد، كان ممكن تحصل في أي يوم من أول ما تولوا، من أول ما شفنا الحكاية دي كان ممكن تحصل في يوم، لكن ده كان تحديد الميعاد. فكانت حتمية قيام ثورة، لأن الشعب كان بيرفض تماما أن يمشي وهويته تتمحي بهذا الشكل. يعني حضرتك ترجمة تقول شخصية مصر. شخصية مصر. طيب يعني زي ما شفنا هذه الشهادة من سامح الصريطي طبعا. هو البرنامج المرة دي، لأنه يعني ممكن يكون مرتب أن يبقى فيه مواسم يعني، كان فيه اهتمام بالمثقفين والفنانين في الثوره بشكل اساسي. يعني انا بعتبر
انه الحراك بدا ضد جماعه الاخوان بعد الاعلان الدستوري المكمم اللي هو كان في نوفمبر 2012. قبلها كان الجميع بيحاول انه طيب ده ناس جم في الانتخابات خلاص نشتغل وبعدين ياخدوا وقتهم ونمشي، كانت دي قناعه اللي هو بالفكره القديمه يقول لك طب نديهم فرصه ماشي. بعد البيان ده بدا الحراك في الشارع، لانه انت قبله كانت في شويه دعوات لمظاهرات لاعتصامات، لكن بعد البيان نزل ناس بقى بمئات الالاف وصلوا للاتحاديه. واعتقد ان دي اشاره التقطتها مؤسسات الدوله انه هذا الشعب يمكن ان يتحرك، لان هم كانوا جايين بفكره انه احنا الناس بتوع ربنا، الناس مش هتطلعوا علينا واحنا بنحب الناس والناس بيحبونا. فتحرك الناس في بعد البيان وبمئات الالاف ادى اشاره للكل، حتى احيا الامل عند الناس انه لا، الناس مش مستسلمه للموضوع. كانت عندهم فرصه ان هم يعني يلتقطوا الاشاره، بس الحمد لله ما التقطوهاش، ويعيدوا حسابات مره اخرى. لكن هم وصلوا مجموعه من الحماقات التي نحمد الله عليها الحقيقه، ومجموعه من الغباءات برضو نحمد الله عليها، في تحدي الناس بشكل كبير. فبدا يبقى في حراك طول الوقت. جابت الانقاذ الثانيه كونت بعد البيان، وبعدين دخلت فلقيت تمرد، وبعدين جمعيات كتيره للتغيير والحريه والى اخره. لكن التجسيد الحقيقي للفكره بدا في اعتصام المثقفين اللي هو كان في 5 يونيو، لانه اعتصام بدا انه اعتراضا على وزير ثقافه اخواني، واللي هو انت كنت معتبر ده الجنون الكامل. يعني انت ممكن يبقى رئيس الجمهوريه جه اخواني، لكن ان وزير الثقافه بتاعت مصر يبقى اخواني ده جنون كامل. انت بتتكلم على دوله مجموعه من الطبقات والثقافات والاهتمامات، ووزير الثقافه ده لازم يبقى مهتم بالسينما، ولازم يهتم بالفن التشكيلي، ولازم يبقى يعني والموسيقى في سبيكه كده. وزير الثقافه في مصر تحديدا لازم يبقى عليه، لو مش عليها تبقى في حاجه ناقصه، تبقى بيعكس ثقافه مصر. فانت جايب وزير ثقافه كانوا بيشتغلوا، وتخيل المشهد، يعني انت ارسم مشهد كده انه المسرح الكبير في الاوبرا كانت الجماعه عايزاه عشان المرشد العام يقول الدرس الاسبوعي بتاعه في المسرح الكبير في الاوبرا. تمام، يعني مين بين قال لك لا المسرح الكبير ده ايه، الاوركسترا السيمفوني والبالي لا وكان في، وكان يمكن ده من الاسباب اللي خلت ان هم يشيلوا ايناس عبدايم، ان هي واجهت شويه الحكايه. بس ده التصور انه لا الاوبرا دي، شوف الاوبرا يعني، فيبقى انت الراجل يقول درس ديني عليها، درس ديني ليه مكانه يعني. فالمثقفين هنا كانت حساسيتهم اكتر، لانه الخطر كان على الهوية المصرية وعلى المزاج المصري، مش بس الهوية صحيح. بالمعنى العام، لا على المزاج المصري نفسه. كان باين عند المثقفين، فبدأوا برفض دخول وزير الإخواني لمكتبه، وتصعد على طول ان هو الاعتصام ده لن ينتهي الا برحيل النظام. فبان هنا وبعدين احنا شعب طول الوقت يعني بتحب النجوم والممثلين والفنانين فالاعتصام اكتسب قدر كبير جدا من المواطنين الناس، وده كان اعتصام ما بين الفن والثقافه، يعني مش هو يقولوا عليه اعتصام المثقفين، لكن هو ما بين الحقيقه يعني ما بين الفن والثقافه. واعتقد صمود الاعتصام، لان هم خرجوا، هم دخلوا الاعتصام 5 يونيو، ويذكر بقى للحقيقه يعني كل واحد من الناس اللي هم كلموا على الاعتصام اقول له الفكره بدات ازاي، يقول لي خالد يوسف كلمنا وقال احنا هنعمل حاجه كده ايه هنفاجئكم بيها، لان هم تعاملوا خالد يوسف برضو يعني راجل بتاع يسار وتربيه تنظيمات سريه او افكار سريه يعني. فدخلوا الاعتصام بانه هم رايحين كمثقفين قبل الوزير، يعني هم مش رايحين داخلين بفكره ان احنا هنعتصم، لا هم رايحين طلبوا مقابله الوزير. فالناس الحرس بتاع الوزاره دخلهم يعني مثقفين كبار، فدخلوا احتلوا مكتب الوزير وقالوا واعلنوا وقتها الاعتصام. فالتركيز على الاعتصام ده مش عشان الشخصيات اللي قاموا بيه، ولكن اكتر كمان فكره انه الثقافه في البلد دي هي اللي بتحميها. صح.
صحيح. يمكن هي دي النقطه اللي زلزلت الارض برضه والفن في البلد دي هو اللي بيحمي البلد يعني بشكل اللي هو بنقعد نتكلم بقى على قوت مصر الناعمه. يعني كان هذا الاعتصام هو اكبر تجسيد لمعنى انه قوه مصر الناعمه هي قوه فاعله بشكل اساسي، لانه دول كانت كل وكالات الانباء العالميه بتيجي وبتسجل معاهم وبداوا يشرحوا الموقف. واعتقد انه الاعتصام ده يجسد انه لا انت قدام ثوره شعبيه بشكل كامل. يعني المؤسسه العسكريه كانت بترصد من البدايه من الاول خالص. واعتقد انه الاشاره اللي انا كنت بتكلم عليها بتاعت نزول الناس بعد الاعلان كانت اشاره مهمه جدا عند المؤسسه العسكريه انه لا الشعب لديه ما يقوله في هذا النظام. صحيح. مش الكلمه الاخيره اتقالت خلاص في السنة. وهم نزلوا كمان يا دكتور محمد لانه كان في تعمد واضح لاخافه الصحفيين والمثقفين في هذا التوقيت. هم تعاملوا بفكره اللي هو ايه سيف المعز وذهبوا الحقيقه. يعني هم اكتسبوا ناس كتير جدا بالمزايا وبالفلوس و يعني انا من الجزء انا يعني من الشهاده اللي الواحد احنا مره رحنا اجتماع كان مع عماد عبد الغفور كان هو مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي. وبعدين ويشهد على هذا الكلام ناس كانت موجوده يعني مش ادعاء بطوله باثر رجعي يعني. ولكن هم كانوا بيتكلموا عن الاعلام وازاي نتعامل مع الاعلام، فانا قلت له والله المفروض تعملوا مؤتمر كبير وتقعدوا فيه مع الاعلاميين وتشوفوا المساله تبقى شكلها عامل ازاي. انتوا عندكم الاعلام اصلا حرام. الاعلام في فكرته حرام، تقعد مع اسلاميين بقى بشكل حقيقي. اللي هو يقول لك انه الاعلام ده اللي هو ايه تجسس ونميمه في تصورهم، فهو الاعلام عنده في الاساس حرام. يعني شوف هو بيستخدمه بس هو بيبص لك طول ما انت ضده فانت المهنه بتاعتك حرام. طلعوا اعملوا مؤتمر واتناقشوا. فقال لي طيب ما يعني تنظم معانا المؤتمر ونعمل المحاور وبتاع. قلت له لا انا مش هعمل ده معاكم. فقال لي ليه؟ قلت له انا عايزكم تقعوا بشكل عفوي. يعني انا بقول لك انه في شهود على هذا الكلام. فالحقيقه انه الفكره الاساسيه اللي احنا يعني خلينا نرجع لها برضو في الشهادات دي قيمتها انه وانا بدعو بقى الجميع انه يسجل شهادته. يعني احنا عملنا البرنامج بجزء من او عدد من الشخصيات انما كل واحد يسجل شهادته على صفحته على الفيسبوك تبقى موجوده. لان انا زي ما بقول لك كل واحد فينا عنده حكايه. يعني احنا قاعدين احنا الثلاثه كل واحد عنده حكايه. صحيح. في 30 يونيو وعنده المكان اللي اتظاهر فيه او عنده المكان اللي نزل فيه او عنده الكلمه اللي قالها او كتب على الفيسبوك او الى اخره. فالناس لازم تكتب ده عشان حمايه الذاكره الوطنيه لانه فعليا مهدده. انت بعد 20 بعد 30 سنه انا اقول رايي ممكن ناس كتيره يعني تبقى يعني نتحاور حواليه. الضمانه الوحيده انه هذه الجماعه لا تعود الان هو الرئيس عبد الحسيس. لانه هو من الناس اللي انا بقول عليهم انه اقترب فعرف، يعني درسهم وقعد معاهم وسمع منهم فعارف خطرهم. ثم انه المواجهه الصلبه كانت معاه وقناعته انه انا خاف بعد كده يعني في المستقبل في حد تاني يقول لك انه طب ليه لا يعني بكلم بصراحه مطلقه يعني. فاحنا محتاجين بقى عمليه التحصين دي، يعني تبقى اللي هو بيفكر فيه يعني الرئيس اللي بيفكر فيه واللي بيقوله يصبح منهج عند الجميع لرفض اي فكر من بهذا الشكل. لان انت بتتكلم على جماعه كانت دوله داخل الدوله. صحيح. يمكن الشهادات دي بتوثق النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها تحديدا يا فندم، لانه زي ما كنا بنتكلم انه احنا كمتلقي، انا بتكلم بقى كمتلقي قاعد في البيت بتفرج على اللي بيحصل، انا شايف حاجات طرف بيتكلم وطرف اخر بيتكلم وطرف بيدعي المظلوميه وطرف اخر، انا كمتلقي ممكن ما بقاش فاهم اتوه ممكن بالظبط ما بقاش عارف. لكن لما اسمع هذه الشهادات واحاول افندها، فكره ان كمان يبقى في كيان اعلامي زي المتحده بيظهر هذه الشهادات والتوثيق الهام لكل هذه الاحداث. كان في يعني انا لازم اشكر يعني
المتحده ككيان اساسي وفر كل الـ يعني الدعم للبرنامج، والصديق العزيز احمد الطهري يعني رئيس قطاع الاخبار في المتحده كان يعني كان عنده فيه كده ليه كل الدعم والحقيقه انا ما فيش حد كلمناه كمان وقال لا، يعني تقريبا يعني في بعض الناس اعتذرت لاسباب صحيه بس يعني انه، لكن كل الناس كانت متحمسه جدا، لان انا زي ما بقول انا كنت دعيت قبل كده للجنه لتوثيق الحدث، لجنه علميه لتوثيق الحدث اللي هي جزء من عملها يبقى تسجيل اكبر قدر من الشهادات، وده يطلع في افلام وثائقيه ويبقى في داخل ضمن مسلسلات. زي ما حضرتك قلت فكره ان كل شخص فينا فعلا يوثق تجربته كمان دي هتوصل لناس بشكل اقوى وهتدعم هذه الشهادات، لانه يمكن احنا كل واحد فينا زي ما حضرتك قلت بالفعل ليه تجربه حصلت في هذا التوقيت. لا انا عايز ناس تحكي، عارفه انا عايز ناس تحكي لاولادها تحكي لاولادها يعني بشكل تلقائي. بصي احنا الناس اختارت 30 يونيو، ودي قضيه بقى مهمه يمكن نربطها بالاحداث اللي موجوده. 30 يونيو كان اختيار الناس، مش مجرد قرار انك بتتخلص بيه من جماعه، لا ده انت خدت قرار تكمل بيه مشوار. صحيح. المشوار ده بقى فيه تعب وفيه مشاكل وفيه ازمه وفيه الوقت زادت اسعار وفيه كل الاختيار الاولاني، ما ينفعش انت تيجي في نص الطريق كده وتقول لا انا مش قادر اشيل يا جماعه احنا كان في مشكله، لا هذا الاختيار لابد ان يدفع ثمنه، والثمن بيدفع لسنين طويله. ناس كتيره جدا يقول لك لا في مشكله وفي واحنا، لكن ما فيش حد ابدا، ودي نقطه مهمه جدا، يعني كل الناس ممكن تشتكي من الاحوال ومن الظروف، لكن ما فيش حد ابدا يقول ان احنا كنا خطا في 30 يوم. يعني نفتكر بعض التصريحات يعني مرعبة، يعني مش هننسى طز في مصر، لا لا مش هننسى الأصنام والأثار دي الأثار دي أصنام نغطيها لا احنا كنا بنسمع شوية حاجات. لا كمان الفشل في الأداء، يعني بصي هذه الثورة كشفت أكاذيب كثيرة جدا كانت تروجها الجماعة لنفسها، يعني منها مثلا إنها جماعة تمتلك كوادر، وكانوا يقولوا احنا لو مسكنا الحكم في مصر بعد نص ساعة ندور مصر. اتضح انهم ما يعرفوش مصر. دي حقيقة. انا هقولك الفرق البسيط جدا، انه هم كانوا معتقدين انه مصر هيدروها على طريقة المستوصف وطريقة المساعدات اللي بيدوها للناس كجمعية خيرية. المصريين ليه اتغيروا يعني بعد ما وصل الاخوان للحكم؟ قبل ما يوصلوا كانوا هم بيقدموا خدمات اكتذبوا بيها اصوات الناس وتأييدهم. عظيم. فكان المصريين هو شايف ان هو بيعمل له خدمه فبيشكره، الخدمه دي بقى كتيره قليله مناسبه مش مناسبه فشكرا، لكن بعد ما هو بقى في الحكم لا انا مش عايز منك خدمه انا عايز حق. يعني عايز دوله. فهو ادراكهم لمعنى الدوله لم يكن موجود من الاساس. في تشبيه في 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 الشهاده بتاعت دكتوره لميس جابر من امتع نختم الشهادات. بيه بقى فقرتنا ايه؟ نختم بيه الفقره من امتع الشهادات. قالت لي بص دول ناس قعدوا حوالي 80 سنه عشان عاوزين يحكموا. فوصل الحكم فجابوا لهم المكنه بتاعت الحكم يعني دورها بقى، فقعد يقول لك البتاعه دي ايه؟ هي بتشتغل ازاي؟ وده كان سر انه هذه الجماعه لا تدرك معنى الدوله ولن تدرك معنى الدولة، ولذلك حكم عليهم بالفشل. وأعتقد أنه كل الأبواب في مصر مقفولة في وجههم يعني. والحمد لله اللي حصل ده لن يتكرر مرة أخرى. طبعا احنا بنشكركم ندى والسادة المشاهدين إلى متابعة هذا البرنامج مهم جدا الساعة 11 يوميا على إكسترا نيوز. لسه الدكتور محمد قال لنا دلوقتي أن في مفاجآت، يعني في شهادات بالفعل احنا كنا سمعناها قبل كده، وفي شهادات وكواليس هتروى وتحكى لأول مرة، فبندعو حضراتكم لمتابعة هذا البرنامج. طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا جدا. شرفتنا ونورتنا وكل التوفيق لحضرتك الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم.